الراب. شنو هو الراب اخي نونوس انت؟ هو الراب هو ريدم اند بويتي. غانغا ستراب المعادلي. انا غادي نطلع. وا 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 بزاف هاد كلشي جوج فيديوهات في السيمه ماشي سالي وصا صحبي هادو. خويا نقول لك واحد الحاجه ما عندها حتى علاقه بالفيديو فيها الصريف راه وانا فيا الحرق البوله مزيانه واه ما بدوني بران البوزه زعما حيد الضاضه زعما فهمتيني عارف اش يدير فهمتي لي بوكس نديرو حنايا داكشي ديال كنا برا وجونا اش كيجي كوزيما الراب واش احتفظ على الهويه ديالو ولا قرب من الاغنيه ولا ضيع هويته وهويه الاغنيه؟ شنو هو الراب اخي نونوس انت؟ هو الراب هو ريدم اند بويتي. بويتري بويتي بويتي الشعر والايقاع. بحال مثلا حليوه ملي تيقول ضالا ضالا انا نتيكا با الشعر هذاك كيكرا الشعر هذاك وبحال ويست ملي كيقول امكم نعم لا لا الشعر في شلوق هذا الراب شهر او بدا في السبعينيات والله دراتو ما اخي كوزي ميما ماتريكس دار لي الحلاوة الاغراض الاساسية ديال الراب اهم واحد فيها هو الكلاش المعاطي اويلي واش هادشي قاري من ويكيبيديا نتايا ولا شنو مسكين امينيم دابا كاع دوك الراب اللي غناو على مواتهم ولا كلاش فهمتيني على الفيلينغز ديالهم كلاس لا رخصيك فمي ندوبك سكت سكت لهم وان اكس بات تاكي الماتش ديال الريال وليفربول شكون اللي تشجع خاين النص وان اكس بات خويا الريال فيها كريستيانو رونالدو اذا تزوجوا تزوجوا الريال في ماتش كاين غدا ما تزوجوا كنت ماتش ديال فورتي بيسمحوا سامي الدراما خلاو ليا كاين في اول كومونتير سوي جيب لي المغني ديالنا المشهور نعمل الحلو تخيل نعمل الحلو اجي ندخلوا لك لاشين ديالك دابا ونشوفوا فهمتيني واش انت كتجمع لي في وما نسوقش الروابو داكشي اللي راك كتهضر عليهم حيت بغيتي اولا كتحس بواحد النقص كتحس براسك كتجمع واحد شويه ديال ليفو وكدير بحال هكا وكتلقى سيدك البنج كيجمع 50 مليون لينا راه لينا راه شحال ها هنالك 2.8 مليون وكاين عشيري 3.8 مليون ماشي ديال الدراهم ديال السنتيم فهمتي هنالك عز الصاط واش اخبارك عندك واحد الفان فاكت تاع عشيري على نعمل الحلو نعمل الحلو في الكارير ديالو كامله ما كان كيغني لا على حب لا على حتى شي حاجه كيغني على المدن ديال البلاد يعني مرات في الشاون ها انت تسمعوا التراك ديال الشاون ويعلي براسي لا من تو السيدة الحرة وطروا خايف فهمتي باش بنادم يمشي يتمزق في سبوتيفاي ولا يعلي براشد كنظن ان هنا خص لوطوشين اخي الناس ونقص واحد الشيء من الريفير الروز خوا عيط حيت اصلا هو صاط تعرف يدير الريفير لوطوشين صعيب يتكراك في ذاك الوقت صاط مالك كتسمع عرفتي الميكس كتسمع كل شيء بدقه واحده بزاف اصوات وتكتت كلشي زعما فطري البيوت ديال نعمل الحلو فينايا خويا نعمل الحلو كنغطيو فهمتيني هاد اللي كيغنيو معاك كنغطيو من التحت وكتكون انت هو اللي فهمتيني الدومينو واه الا خاكو زي ما راه نقولو كاتشي هنايا اسمع الشريف يسديني هنا انت حيت الصاد راه نعمل الحلو كيكشف تبارك الله ترى قال لك عاش في شاوة دالية شاعرة شاعرة الصاد المتنبي انا بعدا تمزكت انايا فهمتي شو جي شحال فرحان حتى انا يا وجدع شيري باين غير ربه بسير سير تسمعهم لا غادي نسمعهم يا خا كاتشا جا سوا سوا شي حبات الحمراء مليح 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 واه مليح شنو هو اللي مليح الصاد لا وادا حراك على الزبورة برو برو بين غير كلاسي الاخر برو واش الاختصاص ديالو المدن سميت فين داك خونا داك مضحك اي كلاسي الساط اجي تشوف هادي بين غير كلاسي باس الساط وا قول لي وا باس والله يا راست براو وري قرا الراس وحنا قلنا عليه شي حاجه شوف 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 الديب ويب شوف الديب ويب اكسيو اكسيو خلقنا واحد اللون دراب اون ديريفي سميتها غانغا ستراب غانغا ستراب
غانغاستراب شنو غانغاستراب غانغاستراب هذاك اللي غادي نقلسك فوق هذيك غانغاستراب فاز القاتل فاز القاتل مسكين فهمتي حيت تفكر هذا اللابو لابو لا يجلس عليه راه سيد عيني ما كانش براسك راه حميمك راه مسالي راسه راه واخا كبير قداك وبولادو راه تيدير عقلو في البراش راه حمق خويا انا كنت خارق بالتمرات في السير مونتاج فهاد الهضره درت صور شي واحد اخر زعما راه ما تنهضروش عليه صافي دابا عطيه الثانيه هي الديليفري على اي الله يزين انت النزول عرفتي باغي هذا خونا باغي نشدو نبقى نعطيه اللوجه الصاد حتى النيف ويتقاد الصاد حتى ما يبقاش يشبه كاع الاسماء المنور بما معنى ان لوغا بورتي كتب الشعر ديالو بيديه ماشي بحال الاغنيه يكون فيها الكاتب والملحن والمغني والمزع ويتقابلوا اربعه ديال عمل فني واحد ورات الراب صاحبي لا نعمل الحلو ماشي معاك مع هذا ورات الراب يا الحمار يا البغل علاش خويا زعير اش درت لك انا فيه وانت صاحبي قلت لي في ودني قبيله بلي الراب راه ما فيهش مزع وما فيهش كذا وما فيهش حتى الراب راه فيه داك الشيء صاحبي حمار انت يا خاي بينوكيو من حدايا كاع سير اخاي نعمان صح انا الاستفاده والله لا سؤال بعدا استفدت معنا نعمان الله يرزين حتى انا الساط نعمان الساط راه من اساطير ديال الاغنيه المغربيه كذا خليني ساكت هادشي هو عارفه بلا ما نقولوا له ولكن هذا حمار ناري سال علينا فلوس الضرائب سالهم هذا تا هو شي رابورات دي رابورات كاين كاين الفكاهه فهمتي واو واو داو السهر رابورات اويلي فشنو ولاو يستعملوا هاد الناس اللي بغاو يعوموا واحد لوجيسيال سميتو لوتوتون اي حد يكون يمكن له يولي مغني به عطيكم مثال سير حي عطيني مثال غنقول اي كلمه ما عندها علاقه بالغناء يا ربي السلام يا ربي انا غادي للدار هذا كلام اخباركم يمكن له يولي غنى سمعوه دابا انا غادي للدار انت وزعك ورد عشيري بالله مشهور انا غادي للدار دابا صراحه خاين البرونسيس دابا هو مازال ما سمعهاش وقلت لك سمعتوه زعما داك اللعيب ديال السير مونتاج قلت لينا اللعيب السير مونتاج دار ليه بيتش كوريكت ديال اللوجيسيال الستاندار ديال اللوجيسيال ما دارش ليه مونتاج دار ليه كوريكت دار ليه الويفز نحشر يا ربي السلام انا غادي للدار واو رابيتي غاتسمعوه دابا بلوغيتم سمعوا واش هذا هذا اول حاجه ماشي الراب خويا الراب كذا اللي طلقت الراب صات اويلي دوزيم اويلي دوزيم اويلي دوزيم الله اويلي دوزيم ودي الكيلو ديال الاغلاط هاستاك رابورات غانغستار دير التراك ديال الروك وات ذا فك شنو يلا تفرجنا فيه دابا وات از ذيس دوزيم وات بيور ذيس از بيور ولكن ماشي انت يا خاي نعمل الحلو زعما غير على البرنامج كامل سيرو انت يا هو اللي زدتي شي شويه فهمتي البرنامج ما عجبناش فهمتيني هذا راي شخصي وحنا تبارك الله عندنا حريه ديال التعبير في البلاد ديالنا وما غاديش ندخل يعني نقدر نقول عجبني ولا ما عجبنيش وهذا الشيء ما عجبنيش اي وما غاديش داين يا خاي نعمل الحلو راه الضحكه داخي سميتو السخريه تدير شي فيديو على السخريه وتشرح لينا عاوتاني السخريه وتقول ليه سرق زعما انا غادي للدار سمعوا